في ظل هذا الانقسام القائم، هل من شأن الانتخابات أن تأتي بالحلول للبلاد أم تزيد من تعقيداتها القائمة؟ هي في الحقيقة التعميم كما يقال تجريم، لا نقول الشعب ولا نقول كل، وهذه من القوانين التي لا تخضع إلى الطابع المطلق، غير موجود. نحن نحكي في النسبية، نجد أن الحراك هو الآن نسبي من طريق الشعب، أن نشوف بعض كسوف الحراك في بعض الولايات التي هي مخصصة خصيصا للانتخابات والتي تنتخب بقوة. نجد أن المدن الكبرى في الجزائر كما غيرها في العالم لا تنتخب بصورة مطلقة، ونشوف كذلك الاستمارات، حتى الذين خاضوا غمار الاستمارات لم يستطيعوا ملء الاستمارات، وكان الشخصيات الفيسبوكية أو الإعلامية ترى نفسها أنها جديرة بأن تكون في الحكم بدون برنامج أو بدون رؤية واضحة إلى المستقبل، ما عدا أنه أحد مشاهير الإعلام في الجزائر. وبالتالي أنا مع الطرح الذي يطرحه الأستاذ إسماعيل، طرحه هادي أكاديمي، أعترف وأظن أن الانقسام الحادث في الجزائر هو انقسام صحي يدل على الرأي والرأي المخالف، ونترك الانتخابات للمواطنين، هم الذين يعبرون عن الإطلاق ولا المطلق الذي نبحث عنه. نعم. لكن سيد قوادري مرة أخرى، كما أشرنا موعد الانتخابات حاضر ومحدد وموضوع، والأمور تبدو بأنها تتجه إلى هذا المسار، لكن أي مخرجات لهذه الانتخابات؟ هل من شأنها أن تقدم الحلول لهذه الأزمات القائمة، لهذا الانقسام الذي أقريت بوجوده فعلا في الشارع الجزائري؟ أظن أن الجزائر مرت على مرحلة انتقالية، وهذه المرجعية نتاع المرحلة السابقة هي التي تؤثر على كلمة المرحلة الانتقالية، لأننا المرحلة الانتقالية ضحينا بأكثر من 250 ألف قتيل، ولهذا لا نستطيع أن نعود إلى الوراء بالمجهول، لأن المؤسسات، شوف، يوجد واحد العالم يقوله فريدمان أمريكي يذكره فوكوياما في كتابه، يقول هذا فريدمان على البلدان التي خرجت من الاشتراكية، يقول عليكم بالخوصصة عليكم بالخوصصة عليكم بالخوصصة. يعني بعد 10 سنين دار معاينة، كما نقول أن كوستا دار معاينة وراح تراجع عن 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 كلماته وقال ابن مؤسساتكم ابن مؤسساتكم ابن مؤسساتكم. طيب. لأن المؤسسة ضعيفة، يجب علينا تقويتها وليس هدمها من أجل بنائها، وهذه هذا تقارب بين الذين يحبون المرحلة الانتقالية والآخرون الذين يرفضون المرحلة الانتقالية إثباتا على ما جرى يوم 1992 والمأساة الجزائرية. شكراً.